هنا داخل هذه الخيمة الصحراوية التي تنتصب بكورنيش ستورا بساحل مدينة روسيكادا، تمتزج رمال الصحراء برمال البحر وتصنع ديكورا صحراويا على جادة الشاطئ يشد إليه الكثير من أبناء المدينة وزوارها أيضا. خيمة عجبتنا، لقينا لا تاير بالبرك، شوف لا تاير بالبرك، فضلنا نريحوا هنا. هذه نخلقوا جو الصحراء في 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 مدينه سكيدا على شاطئ البحر. عجبني كل شيء وليدي، خيمه مليحه، البور مليح، البحر مليح، بلاد مليحه، ما عندي ما نقول فيها. خدامه في اليز، يعني موظفين بالجو هذا. احنا في اليز، انا خدامه في اليز، موظفين نشربوا تاي، ندخلوا في الخيمه، فضلنا هالامور هذه. جينا لهنايا لقينا فيها كلش، الحمد لله، لقينا التاي، لقينا الكاوكاو، لقينا حتى لاكريم، حتى كلش. صممت الخيمة لتوفر بيئة لا تختلف عن الفضاء الخارجي في واحدة من أي المدن الصحراوية، وحتى يكتمل المشهد لابد من توفير الشاي الصحراوي والمكسرات والحلويات التقليدية. وإحنا كنا خيمة الحضنية تحتضن تقاليد الجزائر كامل، بما أنه صحراوي قبائلي جزائري سطايفي مسيلي، هذه يقولوا خيمة تاع أولاد نايل. الحمد لله اللي رانا عندكم هنا في ولاية سكيكدا المضيافة، اللي نقدموا في نشاط ثقافي، نشاط صحراوي. حاجة المميزة في الخيمة هذه قلنا هي مزج بين التل والصحراء، يعني نمزجوا بين العادات والتقاليد نتاع الصحراء وعادات وتقاليد المنطقة على شاطئ البحر. يقول الخبراء والمهتمون بأن السياحة في الجزائر لا تحتاج لفندق من 5 نجوم، بل هي في حاجة فقط لخيمة، والدليلها هنا خيمة صحراوية بسيطة ومتواضعة تستقطب الكثير من عشاق البيئة الصحراوية الجزائرية.